في سياق متصل، اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مع السيد تيموثي بيتس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية القائم بأعمال المنسق العام لمكتب مكافحة الإرهاب، بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة، وسعادة اللواء الركن الشيخ حمد بن محمد الخليفة نائب رئيس الأمن العام. وقد رحب المسؤول الأمريكي بزيارة معالي وزير الداخلية منوها إلى أهميتها في تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، مشيرا إلى استمرار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما في برامج التدريب والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات، مشيدا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي لكافة أشكال الدعم والتمويل للإرهابيين. من جهته، أكد معالي الوزير على جهود وزارة الداخلية في سبيل حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار عبر تطوير وتحديث مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة وتطوير العمل الشرطي والتميز في الأداء وصولا إلى تقديم خدمات أمنية رفيعة، مشيدا معالي بالتعاون الأمني ومستوى تبادل الخبرات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك في عدد من المجالات الأمنية بما فيها الأمن السيبراني وإجراء التمارين المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة، كما تم بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك.